هل تهز الراقصة سما حكم الأخوان وعرش مرسي؟ جانا خول والتفاصيل. منذ سيطرة الإخوان المسلمين على مصر من خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية، تعددت وسائل مواجهتهم من المعارضة المصرية، لكن الفنانة سما المصري تخطت كل المتوقع عندما قررت مواجهة محمد مرسي والأحزاب الإسلامية من خلال الغناء والرقص. سما المصري فنانة وممثلة مصرية عرفت بشكل كبير في فيلم دينا وريكو ومن خلال مشاركتها في فيلم الدادة دودي، لكنها تحولت إلى الأغنية السياسية بعد الثورة المصرية لنقل غضب الشارع كما تقول بطريقة كوميدية وفكاهية. لم يكن الرئيس محمد مرسي وحده المتضرر من فن سما المصري، فهي انتقدت بشدة كذلك السلفيين ومرشحهم السابق للانتخابات حازم أبو اسماعيل الذي استبعدته لجنة الانتخابات لأن والدته تحمل الجنسية الأمريكية، فغنت له يا ابن الأمريكانية منتقدة تصرفات مناصريه أمام المدينة الإعلامية، وأهدته أغنية حازقون في انتقادا لحركته التي تسمى حازمون. سما المصري التي تأتي بألحان قديمة وتلبسها كلمات سياسية انتقادية تواجه اليوم محاولة من الإخوان المسلمين وحلفائهم لمواجهتها بعد تقديم المحامي نبيه الوحش بلاغات أمام النائب العام ضدها بتهمة ازدراء الأديان وإهانة شخصيات هي بمثابة رمز للإسلام وتهديد الأمن العام. هي حتما ليست الفنانة الأولى التي تنتقد حكم الإخوان وتحاول مواجهته، ولن تكون الوحيدة بمطلق الأحوال. فهل تشكل الثورة الفنية وجها جديدا لمواجهة الرئيس المصري الذي يهتز حكمه مع كل أزمة جديدة؟ إرهابي. فاجرة والنعمة ماني، اختموني